ونبدأ مع المشتركة نورا من فرنسا. ثواني حاسمه لنورا بمجرد وقوفها هون، لانه هي بانتظار العلامات يلي رح تظهر على الشاشه والمشاهدين رح يشوفوها كمان لحظات، وبتطلع بتقرر مصير كل مشتركه. ميرسي. خلينا نتذكر مها من مصر. من مصر بكيت، ما بنعرف اذا من الفرح، بس انا بقول اكيد من الفرح. ان شاء الله العلامات هلا يفرحوها كمان تستمر معنا لحظات، وبنعرف ببينوا على الشاشه كل المشاهدين بيشوفون. شكرا مها، تفضلي. هلا خلينا نتذكر مرور ليزي بالحلقه. ثواني بتطلع علامة ليزي على الشاشة يلي بتقرر مصيرها إذا بتضل معنا بالبرنامج أو لا. أنا بتمنى لها التوفيق أكيد. كان وجه بشوش بطل. Thank you ليزي. Thank you. المشتركة الرابعة منى من سوريا، خلينا نتذكر. ثقة بالنفس عالية جدا، نتمنى لها التوفيق. كلنا ناطرين العلامة يلي بدها تحصل عليها، وهي أكيد عم ترجف شوي بس ماشي الحال. لحظات. شكرا منى، تفضلي. هلا كيف كان اداء اليونور من لبنان؟ رح نتذكر بهاللقطات السريعه.
أكيد إليونور بانتظار العلامة. ما بعرف إن شاء الله العلامة تكون ما تأثرت بالحدث اللي صار بالليلة. إذا تأثر بيكون هارد لك، وإذا لا بتكون بركة هذه فرصة تانية لتكمل. سوالي ونعرف هذا الشيء، لأنه رأي اللجنة كان صارم بخصوص هالموضوع. شكرا إليونور، تفضلي. هلا المشتركة مايا من هنغاريا. شك انه قلوبهم كلهم عم بتدق، ومايا اكيد هيدي لحظة حاسمة. ان شاء الله يكونوا علاماتها بيخلوها تستمر معنا. ثانك يو. المشتركة ما قبل الاخيرة مجالي من لبنان. شفنا وسمعنا قد ايه كان في هيصة لما مجالي رقصت. ان شاء الله هلا كمان العلامات يعملوا لها هيصة جديدة. نتمنى لك الخير، مرتاحة شوي، معنوياتها عالية. برافو، شكرا مجالي. واخر مشتركة ماريانا من البرازيل. بانتظار العلامة، مثل ما انتظرت لآخر الحلقة تترقص، هلأ كمان عم تنتظر آخر لحظات للعلامة. Thank you. وهيك وصلنا لنهاية سهرة هزي أنا واعم لليلة، والنهاية رح تكون مسك لسبعة من المشتركات السبعة رح يكملوا معنا المشوار، يمكن لمرة ويمكن لأكثر من مرة. والليلة المشتركة اللي رح تغادرنا بدنا نتمنى لها سلف كل التوفيق والحظ بمشوارها الفني. هلا رح أبدأ مثل العادة بتسمية المشتركات الباقيين معنا، وببدأ مع أول اسم ليزي. ايضا المشتركه الثانيه بقول مبروك ل منى. المشتركه الثالثه اللي رح تكمل معنا هي ماريانا.